اللحظة اللي احنا فيها دي ماشي، هذا الظهير ظهير دولة التغيير، دولة 3-7، بعد ما هيعرف هيحاول يساعد الرئيس بان احنا نفرض ده على طبقة الموظفين اللي طول الوقت بتهرب، ولا علينا ان احنا نستنى ان ده دور الرئيس في سد الفجوة؟ طب هل هينجح في سدها لوحده؟ ليه يعني نحط له الملفات على المكتب والربح؟ طب نعمل ايه؟ لا يعني هو دلوقتي في اجهزة للتوعية مش كده؟ مفروض يعني الاعلام اللي قاعد يلعب على الفرقعة ويلعب على ده بيعمل تشويش، يعني بيعمل تشويش وبيلعب على الحوادث اللي بيتمنى كده يشوف حادثة ويركز عليها. انا بزعل منه ما بيلعبش ليه الاعلام. عارفة في غرفة الاخبار لو ما كانش في حدث يحسوا ان النهاردة هدي ما فيش اخبار. طيب يعني لو قلت لحضرتك يعني لو بصيتي على شفتي صراخ الجمهور في الاعلاميين، اصبح يواجه الاعلاميين باعتبارهم ناس يمشوا في سكته يا هو ضد مصالحه. صحيح والخطاب بقى حاد يعني بقى وفي دليل على درجة عالية من المعرفة والفهم ولم يعد يخدع. يعني من يظن الجمهور عايز كده الجمهور مش عايز كده. بس خلي بالك، ما هو زي ما طبقة الموظفين موجودة في الغلاف الحائل اللي من مصالحه ان يبقى الاعلام على ما هو عليه اللي هو المعلن. امال الصراع اللي بيتم الضحك عليه. ايوه بس الصراع ده في الاخر نحن الجماعه الراغبه في التغيير، وعلينا ان نتحمل المرور من العراقيل، ولا نظن اننا سننتصر زي البطل متجوز البطله في نهايه الفيلم. هي مش حاله رومانسيه. يعني حضرتك عايزه تقول لنا ان في حاله الصراع اللي بيعيشها الرئيس مع طبقه الموظفين لاستعاده الشعب داخل هذه الفجوه عشان يتمتع، ده بيعالج كمان امراضهم القديمه. خدي بالك يعني هم كمان نفسهم بعضهم غير واعي، هو خلاص بقى مدمن الاداره الفاسده. فلما يجي يعالجه طبعا لازم ياخذه بالشده. هو في طبيب عالج مدمن؟ عارفه النهارده اللي ما خدهوش بشده؟ لا، عارفه اللي كنت بسمعه النهارده في الراديو مع الاستاذ جمال عنايد ده، قال له الراجل مش عايز يسهل لي عمليه القرض الا لو دفعت رشوه. عارفه مين دول؟ المواطن هنا بقى بيبقى في عنده جزء من المعرفه ساقط. أيوة. ده مش موظف البنك، ده الشركات اللي البنوك بتأجرها علشان تعمل استعلام عن المقرضين. طب بصي شبكة الفساد بتمشي ازاي؟ الله، هي شبكة الفساد دي وهي بتحمي مصالحها هي لا تجلس لا تهدأ. احنا اللي نظن بطيبة قلبنا ان هم يعني صامتين، لكن هم زي النصابة ما يطور ادواته. ايوه مش كده؟ انا متأكدة انهم بيطوروا ادواته.